بابا كان يحب الزرع، يمكن ورثت هذا الشيء مني. وين أبوك هسه؟ بابا توفى وإحنا صغار. ما قلت لي شو تريد تحكي وياي بموضوع؟ يعني أريد أحكي عن علاقتنا. أحكي. تدري اليوم اللي التقينا بي كان أسخف يوم بحياتي. رحم الله والديك. مو قصدي لقائنا أنا وياك، بس كنت دامر بظرف كلش صعب. بيومها كرهت كل شيء، حتى نفسي كرهتها. يمكن لأن كبرنا بلا أب فقدت الشعور بالأمان. ما أريد أتشكى، بس أنت تشوف يعني حالتنا على قدنا. الحياة كلش صعبة، بس الحلو بيها مرات تاخذ شيء وتنطيك شيء بمكانه. من هاي الشغلات إنه تقابل ناس بظروف صعبة بوقت ما متوقعة، تشيلك من مكان تحطك بمكان ثاني. أنت كنت واحد من دول الناس. شكراً كمان لأن وقفتني، شكراً لأن عرفتك.